المسابقه كتدخل في اطار ديال الاحتفال باليوم العالمي للمراه اللي خلدنا هذا العام. هذا المره الثانيه كننظموا هذا السباق. هذا السباق كيدخل في مجموعه ديال الانشطه اللي كنقوموا بها، الانشطه الاجتماعيه تقوم بها شركه فوريسيا بالمغرب في جميع المناسبات، لا الرياضيه ولا الدينيه ولا الوطنيه. كنحاولوا نخلدوا هذه المناسبات عن طريق يعني مجموعه من الانشطه اللي كننظموها، لا على المستوى الداخلي داخل الشركه ولا خارج الشركه. فهذه التظاهره الثانيه اللي كننظموها في هذا الاطار ديال الاحتفال باليوم العالمي للمراه، وهذا كيدخل في اطار ديال الاعتراف بالجميل ديال المراه والجهود اللي كتقوم بها المراه في النهضه ديال هذه البلاد ان شاء الله. فالحمد لله كانت تظاهره يعني ناجحه هذا العام، دونك على عام على عام كنتحسنوا. العام اللي فات كانت اول تجربه، فهذا العام هذا الحمد لله كانت تجربه احسن، وكنتقدموا بالشكر الجزيل لجميع السلطات اللي قامت بالتنظيم وساعدت على التنظيم وعلى الانجاح ديال هذه التظاهره، وشكرا. كنشكرهم بزاف وتنتمنى كل عام يديروا لنا بحال هكايا ان شاء الله. واخا كنت عيانه هاد السيمانه ولكن الحمد لله قدرت نربح، واخا ما كرهناش الاولى ولكن الثالثه الحمد لله. شوفي اختي هنا في اطار الاحتفال بالعاملات والسيدات ديال شركه فوريسيا القنيطره، تنظموه باش نبارطاجي واحد المومون كي تري امبورطون مع لي زوبيراتريز ديالنا، تنخرجوا من نطاق العمل وتنحاولوا نبينوا الناس بانه الاهتمام ديال فوريسيا من غير العمل هو الجانب الانساني والاجتماعي اللي تنقوموا به معاهم. وهذه البادره تدخل في اطار واحد البرنامج السنه كامله، خدمتها من غير شهر مارس لهذه السنه. احتفلنا بنهار الثلاثاء 8 مارس بعيد المرأة في الشركة ديالنا، واليوم تنحتفلوا بهذ الحملة الرياضية بخصوص الجري والمشي، ونهار إن شاء الله نهار الجمعة المجي عندنا احتفال بعيد الميلاد لشركة فوريسيا قنيطرة، اللي غتكون إن شاء الله نهار 24 نهار الجمعة المجي. المناسبه هي مناسبه ديال العيد العالمي للمراه اللي كنحتفلوا به جميع، احتفلنا به داخل الشركه تقديم هذه النساء العاملات ديالنا، ونظمنا هذه الحفله هذا على يعني المشي والجري للعاملات ديالنا، وكنخدموا حنا في هذا الاطار الاعمال الاجتماعيه على الراحه ديال العامل ديالنا هو المهم. ان العامل كما نقولوا خصنا نديروا كما نقولوا رابح رابح، كما حنا نعطيهم كل شيء اللي عندنا من الناحيه الاجتماعيه من ناحيه الظروف ديال العمل، وتا هو كيعطي من ناحيه العمل ديالو من ناحيه الجوده من ناحيه المردود هذا، يعني كما نقولوا رابح رابح.